يقول: هل يجوز للمعتكف أن يشترط على نفسه أن يخرج من المسجد، كأن يقول سوف أخرج في يوم كذا إلى مكان كذا ويرجع إلى معتكفه، وهل يصح أن يخرج من المسجد ليحضر دروسا إذا كانت الدروس في خارج المسجد؟ المعتكف له أن يشترط، لكن لا يتلفظ، يشترط بالنية، يشترط بالنية أنه يخرج في يوم كذا أو يخرج لحاجة كذا وكذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيشترط بقلبه ونيته بدون أنه يتلفظ. وله ما شرط، له ما شرط، له أن يخرج على شرطه. وأما الخروج لحضور الدروس في غير المسجد الذي هو معتكف فيه فلا يصلح هذا، لأن هذا يفوت عليها الاعتكاف فيبقى في المسجد الذي هو معتكف فيه ولا يخرج للدروس. إذا كان يريد دروس فيعتكف في المسجد الذي تقام فيه الدروس، يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الدروس علشان يحصل على الفائدتين: الاعتكاف وحضور الدروس. نعم.